نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف من غازي عنتاب اللواء المتقاعد عدنان سلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية في سوريا سابقا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عدنان. الأسلحة الكيماوية تحديدا، كيف يمكن العبث باستخدامها بالموقع كما يحكى الآن عن سوريا وروسيا والنظام السوري؟ كيف يمكن إزالة آثار الكيماوي؟ أهلا بكم ومحطتكم الكريمة، وأهلا أرحب بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أختي الكريمة، نعم، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأخرت كثيرا عن الدخول ومنعها النظام وروسيا من الدخول حتى يتسنى للنظام وروسيا بطمس كل الأدلة والحقائق الموجودة في دوما، حتى لا يعرف شيئا عن أي دليل كالغاز الزارين، كالشظايا، القنابل، كالصاروخ الذي وقع وشفناه ينفس غاز من الزارين ولونه أصفر وموجود بأيدي المعارضة، ورأينا أيضا الأعراض التي تظهر على المصابين كتضيق الحدقة، العين، والزبد على الفم، وارتجاف ورجفان، وسرعة ضربات القلب، إلى الموت، ثم الشلل والموت. هذه الأعراض لن نشاهد منها شيء في دوما نهائيا، أي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا ترى شيء. النظام الأسد على استعداد أن يقدم 22 من الناس الجيدين الموالين للنظام ويقولوا نحن اللي كنا في المنطقة ولم نرى شيئا من الغازات السامة. هن جابوا تريكسات وبلدزورات وخربوا المنطقة وقلبوها رأسا على عقب ليغيروا الأدلة عن استخدام السلاح الكيميائي. نحن نعرف أن الزارين والكلور من الغازات السريعة الزائلة، اسمهم سريعة الزوال، لأنه يتبخروا بحدود، إذا كانت درجة حرارة الجو في النهار 30 درجة فلا تبقى أكثر من ساعة نص ساعة غاز الزارين حتى يتبخر ولا يبقى في الوجود. هناك غازات سامة دائمة التأثير تبقى لأشهر مثل غاز في إكس وغاز الإبريد، أما غاز الزهرين والكلور لا يبقوا أكثر من نصف ساعة في درجة حرارة 30. لذلك أولا إذا جينا نبحث الأدلة واحد واحد نرى أن أولا بالنسبة للزهرين لم يجدوا لا عيني من الهواء، لا استفادوا منها شيئا، ولا عيني من التربة، لم يجدوا شظايا. الدليل الثاني، لم يجدوا شظايا من المدفعي والصواريخ والقنابل، فكل الشظايا نظفت من المنطقة ولم يجدوا فيها شيء. وإذا أردنا أن نقول أن هناك الجثث الميتة، فهم يستطيعون أن يجيبوا جثة ميتة بغير بطلقة نارية ويقولوا شرحوا هذه الجثة، أي أن النظام وروسيا يتفننون في قلب الحقائق ويطمسون كل الحقائق والأدلة عن استخدام السلاح الكيميائي. ولذلك نحن ننصح أن تذهب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الأردن، إلى الشمال السوري، حيث كل المصابين هربوا إلى هذه المناطق، إلى الأردن أو إلى الشمال السوري، ليأخذوا جثث منهم وليشوفوا وليروا بأم أعينهم أن الجثث التي ما توفيت يأخذوا عينات منها ويحللونها، أو يذهبوا أيضا إلى الأشخاص الذين لا زالوا على قيد الحياة ويسألونهم ويحققوا معهم. نعم. أنهم في دوما لن يستفيدوا شيئا أبدا. نعم. من أي معلومة سيقدمها النظام وروسيا. أنا أشكرك جزيلا. تضليل، افتراء من قبل روسيا والنظام. شكرا غازي عنتاب، لواء عدنان نسلو، رئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية في سوريا سابقا.